ما حكم التطويل في الصلاة مع العلم أن الإمام يقرأ بصفحة في الركعة؟ هو ممكن يقرأ يا حسام بصفحة في الركعة والذين خلفه ضعفاء، وأيضا ممكن يقرأ بصفحة ويرتل ترتيلا طويلا الناس تتعب. كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، انظر حال الضعفاء، إن يدخلوا الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه.